نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو استعرض من خلاله أبرز ملامح منظومة زراعة وتوريد القمح خلال عام 2022، مشيرا إلى إحداث طفرة غير مسبوقة في المعدلات الإنتاجية لمحصول القمح الذي يظل أهم المحاصيل الغذائية وأكثرها تأثيرا على الحياة اليومية للشعب المصري. واستعرض الفيديو آراء عدد من المزارعين الذين أشادوا بتحديد الدولة سعر القمح مسبقا بسعر مناسب وإعطائهم حوافز مالية إضافية، مؤكدين أن هذا الدعم ساهم في تغطية تكلفة الزراعة وشجعهم على التوسع في زراعة القمح وتوريد الكميات المنزرعة بالكامل وليس الكميات المحددة من الدولة فقط. أول سنة السنة دي الدولة تحدد سعر القمح قبل ما يزرع، أول سنة اللي هيورب بنفسه ياخد 885 جنيه أظن، والقمح ما بيحتاجش لا عزيق ولا بيحتاج شيء، بيحتاج 3-4 مرات مية على الأقصر، يعني سعر فعلا مجزي للفلاح. جابوا لنا الليزر، سولنا الأرض من قبل إرشاد، وجابوا لنا الستارة، زرعنا بالستارة على مصاطب 120 سنتي، وفرت لنا بنسبة 30% من الري، ووفرت لنا بنسبة 20% من التسميد. الميكانة الزراعية موفرة للفلاح دلوقتي الإمكانيات شوية، التصليح بالليزر، الحرث بالميكانة الزراعية بيساعد، التصليح بالليزر بيساعد على الري وبيوفر ري، بدل ما تسقي الفدان في 4 ساعات بتسقيه في 2 ساعة. الدولة وفرت لنا كل حاجة دلوقتي بالنسبة للايه؟ للتقاوي والأسمدة والمبيدات والإرشاد الزراعي. ادونا سعر القمح قبل الزراعة، قال لك ب 820، وادونا 55 جنيه حبس توريد، وادونا 15 جنيه بدل نقل، واحنا واقفين ورا الدولة، هنورد القمح للدولة.